عبر الهاتف لمزيد من المتابعة ينضم إلينا الأستاذ جميل عفيف الكاتب الصحفي. أستاذ جميل في البداية أنا برحب بحضرتك على شاشة أكسترا نيوز، دعني أبدأ معك من الصورة الأكبر. الحوار الوطني بدأ في توقيت في غاية الأهمية، نتحدث هنا عن مائدة حوار ستجمع كل القضايا والموضوعات التي تهم المواطن بشكل دقيق. هو طبعا في البداية الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. هو بالطبع الحوار الوطني يعني منذ انطلاقه منذ اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي اليه هو دعوه الى الدخول الى الجمهوريه الجديده، الجمهوريه الجديده اللي بتسع كل اطياف المجتمع المصري وبتسع كل الاراء، يعني مش لن يتم نبذ اي فريق من الفرق او حزب من الاحزاب طبعا عدا الأحزاب اللي أو الفرق اللي هي ملوثة يديها بالدماء واللي عملت على هدم الدولة المصرية. طبعا في هذا الإطار وفي إطار الجمهورية الجديدة أن يجلس كل الأطراف وتجلس كل الأحزاب وكل الآراء يتم طرحها والوصول إلى توافق واحد على قضايا بعينها تخص الدولة المصرية وتخص الديمقراطية، كل ده في إطار طبعا زي ما بقول لحضرتك المساحة الكبيرة اللي مطروحة من أجل الديمقراطية، من أجل الجمهورية الجديدة، من أجل العمل بشكل سليم في إطار السياسة الجديدة للدولة المصرية. وده طبعا احنا شايفين ان في دعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الاتجاه ودعم كبير من الدولة في هذا الاتجاه من خلال طبعا الحوار الوطني ومتابعة الرئيس بشكل دوري لجلسات الحوار الوطني وجلسات اللي بيتم فيها النقاشات، وده احنا اللي احنا شفناه ايضا. طيب في هذه النقطة يمكن سيد جميل دائما لما بنتابع اي تجمعات اي احداث بيكون او بيتم الخروج فيها بتوصيات، السؤال دائما ما يكون كيف سيتم تنفيذ أو ما هي الآلية التي سيتم اتباعها لتنفيذ مخرجات أو توصيات هذا الحدث الهام؟ إلى أي مدى الاستجابة السريعة والمتابعة الدقيقة من السيد الرئيس للحوار الوطني والملفات والقضايا التي يتم مناقشتها في الحوار الوطني، إلى أي مدى تعد بكورة، دعنا نقول بكورة أمل لأن مخرجات وتوصيات الحوار الوطني سيتم النظر فيها بشكل دقيق أيضا؟ هو بالطبع المتابعة الدقيقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لجلسات الحوار الوطني وبالأمس طبعا توجيهه بأنه هو متابع هذه الجلسات وتحويله للمطالبة بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات لدراسته وإلى مجلس النواب، طبعا كل ده دليل أو تأكيد على أن مخرجات الحوار الوطني ستسير بشكل متسارع من أجل أن هي يتم تطبيقها بشكل سريع. ده أكبر دليل على أن الحوار الوطني ومخرجاته سيتم التعامل معها بمنتهى السرعة، سيتم التعامل معها بمنتهى أيضا الدقة من أجل المصلحة الوطنية للدولة، من أجل المصلحة للشعب، من أجل الديمقراطية والحرية. إحنا عايشين في زي ما بقول لحضرتك في جمهورية جديدة، الجمهورية الجديدة اللي هي بتتسع للجميع، الجمهورية الجديدة اللي هي فيها الديمقراطية، الجمهورية الجديدة اللي هي فيها الرأي والرأي الآخر ويتم التوافق في النهاية على رأي واحد يتم تنفيذه اللي هو رأي الأغلبية، وهو ده اللي احنا شايفينه خلال المرحلة الحالية. وفكرة الجدية في التعامل مع الموضوعات سيد جميل، يعني يمكن المواطن دايما بيكون همه الأول هو أنه يكون في تنفيذ وفي تحركات على أرض الواقع، فالتحركات يمكن اللي السيد الرئيس بدأها بشكل مبكر أرسلت الكثير من الرسائل، يمكن لعل أبرزها الجزء المتعلق بجدية النظر للملفات والقضايا اللي هيتم مناقشتها في الحوار الوطني. هو بالطبع سرعة استجابة الرئيس للقرار الذي طلبه المجلس الأمناء الحوار الوطني بالأمس، ده تأكيد على أن الرئيس يتعامل بجدية كبيرة، لأن هو اللي أطلق الحوار الوطني العام الماضي أنه هو بيضم الجميع، فده أكبر دليل على أن الدولة تسير بخطوات سريعة من أجل عمليات التحول الديمقراطي والعمل بشكل أساسي في المجال الديمقراطي. ومن قبلها احنا لو شفنا في العديد من
القرارات اللي تم اتخاذها اللي هي من مخرجات ايضا مجلس امناء الحوار الوطني، وهي الافراج على العديد من المحبوسين احتياطيا واعاده دمجهم داخل الدوله المصريه. يعني احنا شفنا اكثر من 1000 مواطن تم الافراج عنهم خلال المرحله الماضيه. كل ده دليل على ان الدوله والرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمام كبير جدا بالحوار الوطني، يولي اهتمام كبير جدا بمخرجات الحوار الوطني وقراراته، طالما ان هي مدروسه ومدروسه بدقه وفي مصلحة الدولة المصرية في المرحلة المقبلة. صحيح. جلسات الحوار الوطني سيد جميل ستنطلق أولى هذه الجلسات في 3 مايو المقبل. الكثير من الملفات اقتصادية اجتماعية حتى سياسية، كل هذه الملفات في النهاية تصب في صالح المواطن. أي الموضوعات من وجهة نظر حضرتك يجب النظر فيها بشكل أسرع؟ يعني لو أردنا تحديد أولويات سيد جميل. هي طبعا الأولويات الملف الاقتصادي ملف مهم جدا، الملف الاجتماعي والعمل على احنا شايفين العمل الاجتماعي داخل الدولة المصرية يسير بشكل كبير جدا، اللي هو من خلال المبادرات اللي بتنفذها الدولة المصرية خلال الوقت الحالي لرفع المعاناة عن المواطن المصري في ظل طبعا الأزمة الاقتصادية العالمية. ولكن بالطبع سيكون الملف الاقتصادي هو من أهم الملفات اللي يتم طرحها في الحوار الوطني، وهيجد متابعة كبيرة من المواطنين، لأن المواطن يرغب في الوقت الحالي أنه يعرف إيه ماذا يحدث في العالم، وهل التأثيرات دي هتأثر علينا بشكل كبير أو بشكل مستمر. كل ده فالقرارات اللي هيتم اتخاذها طبعا في الجانب الاقتصادي ده هيكون شيء مهم جدا، وأيضا زي ما بقول لحضرتك في المجال الاجتماعي طبعا في مجالات الصحة وفي مجالات التعليم وخلاف، كل ده هيتم طرحه، كلها موضوعات هامة جدا. وأيضا في المجال السياسي وعمليات دمج الأحزاب الجديدة في الحياة السياسية المصرية والعمل على إيجاد صيغة مناسبة من خلال الانتخابات البرلمانية والنيابية، وكل ذلك في إطار مهم جدا داخل الحوار الوطني. أنا زي ما بقول لحضرتك ده من أهم القرارات طبعا اللي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة. صحيح. اللي هو الحوار الوطني اللي أطلقه الرئيس، ويمكن إدماج وإشراك المواطن المصري بموضوعاته بقضايا ويعني بمشكلات يمكن يتم طرحها لأن يتم مناقشتها في الحوار الوطني، مع فكرة برضو التصريحات سيد جميل أنه اللي موجودين واللي هيتابعوا هذه الملفات من المتخصصين والمتخصصين بشكل دقيق في كل الموضوعات، ده أرسل رسائل طمأنة للمواطنين اللي هم في النهاية هم السبب الرئيسي أو هم الهدف اللي معمول عشان الحوار الوطني. بالطبع. وأيضا الحوار الوطني تلقى على موقعه الإلكتروني العديد من الآراء والعديد من المقترحات من المواطنين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكل ده طبعا من خلال اللجان المنبثقة من مجلس الأمناء، في كل اللجان كلهم خبراء وعلى أعلى مستوى من الكفاءة وعلى أعلى مستوى من الخبرة بيتم طبعا دراسة كل مقترح. إذن المواطن المصري مشارك بشكل أساسي في هذا الحوار الوطني، لم يكن عن طريق الموقع الإلكتروني وآراءه التي تم طرحها، لكن على أيضا من خلال أيضا متابعته الدقيقة لعملية الحوار الوطني عندما يتم الإطلاق في شهر مايو المقبل إن شاء الله. إذن المواطن المصري بيرغب إن هو يكون مشارك، بيرغب إن هو يتابع حالة الحوار الوطني، أيضا بيسعى إلى الوصول إلى مرحلة من أنه يرى مثلا مقترحاته ويرى أن أفكاره. صحيح. يتم طرحها ويتم تنفيذها في الوقت الحالي. صحيح. أنا بشكر حضرتك في الحقيقة جزيل الشكر سيد جميل عفيفي الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المداخلة.